فارسنا المغوار، رمز للكرم وللجود ورمز للإيثار، للدين يثور بلا ملل وبسيف بكار، يضرب في أعداء الله يحصد في الأشرار. اشربوا واستمتعوا بهذا الطعام اللذيذ في هذه الليلة، فغدا سوف نقتل الحسين وأصحابه ولن نبقي منهم أحدا. هذا شراب لذيذ. اشرب المزيد أيها الأمير، اشرب. الله أكبر، سبحان ربي العظيم وبحمده، اللهم صل على محمد وآل محمد، سمع الله لمن حمده. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم اغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين. يا معشر الأنصار، غدا سوف نقاتل الأعداء، أتتركون بني هاشم يقاتلون قبلكم أم أنتم تقاتلون قبلهم؟ يا حبيب ابن مظاهر الأسدي، والله سوف نقاتل بين أيديهم ونتقدمهم بالقتال، نحن فداء لبني هاشم. جزيت خيرا يا مسلم ابن عوسجة، إن هذا الكلام يطمئن قلوبنا. نحن فداء لبني هاشم، نحن فداء للإمام الحسين وأهله، نحن فداء لابن رسول الله، نحن فداء لبني هاشم، نحن فداء للإمام الحسين، نفديك بأرواحنا يا أبا عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ الأنصار. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، ما وراءك يا نافع؟ يا شيخ الأنصار، أنت جالس هنا وتخطب بأصحابك وتشجعهم؟ ما الأمر يا نافع؟ إن ابنة رسول الله قلقة،
إذا كان لديك كلام لأصحابك فقله أمامها ليطمئن قلبها. يا أبطال الصفا، يا فرسان الهيجاء، يا أصحاب الحمية، هلموا إلي، هلموا إلي. يا أبطال الصفا، يا فرسان الهيجاء، هذا صوت حبيب بن مظاهر، ماذا حدث؟ هلموا إلي، هلموا إلي. لبيك يا حبيب، لبيك يا حبيب، لمثل هذا اليوم ادخرني والدي. أبا الفضل، الفارس الشجاع يسمو كما الشعاع، هذا العباس ابن عليم، الفارس الشجاع، هذا العباس ابن عليم، الفارس الشجاع، هذا العباس ابن علي فارسنا المغوار، رمز للكرم وللجود ورمز للإيثار، للدين يثور بلا ملل وبسيف بكار، يضرب في أعداء الله يحصد في الأشرار، يقول يقول داع في سائر